شي بلال ملاخ، اللقب ديالي هو بي بوي بيلي. اليوم ربحت بطولة افريقيا وان شاء الله غنمثل افريقيا كلها في بطولة العالم 2024 في الاولمبياد ديال باري. يعني هذه اول بطولة تاع البريكينغ اوفيسيال في افريقيا، ولنا شرف كبير لان نشاركوا فيها، والحمد لله عندنا ربعة لي بي بوي راهم كاليفيين للتوب 8، وان شاء الله دوكا حيبداو لي باتل، ان شاء الله نديروا نتيجة جيدة، ونتمنى المنتخب الجزائري هو اللي يفوز بهذه البطولة. يعني الحمد لله، يعني كل شيء منظم بيان، تو فا بيان الحمد لله، يعني تمشي الامور على ما يرام. مدينه الرباط كتحتضن واحد الحدث تاريخي كونه كيتنظم لاول مره في افريقيا ماشي غير في المغرب، اللي هو اول بطوله افريقيه ديال البريك دانس، وهي مؤهله للالعاب الاولمبيه. اذا غيربح رياضي واحد ورياضي وحده، وهاد جوج ديال 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 الشباب هما اللي غيمثلوا القاره الافريقيه في الالعاب الاولمبيه ديال باريس 2024. وهذه حنا كنعتبروها رحله نصر، لان البريك دانس خلق في البرونكس الامريكي، خلق في الشوارع، ويعني واحد العدد ديال الناس ما كانوش فاهمين شنو المغزى ديالو وشنو الشعار ديالو، مع انه حامل قيم كبيره. الشعار ديالو هو بيس اند لوف. اليوم منذ 2019 الحمد لله البريك دانس في الالعاب الاولمبيه، اليوم احنا كنحتضنوا اول بطوله افريقيه مؤهله للالعاب الاولمبيه، وشكرا لكل من نجح هذه التظاهره. هذا العام تصابت البطوله في المغرب في الرباط، اول مره تصاب البطوله افريقيه. احنا فرحانين حيت صابت هنا عندنا في المغرب، وشحال وحنا كنوجدوا ليها، صابنا بزاف ديال لي كامب، الجامعه عاونتنا بزاف، المهم ترينينا صراحه، والحمد لله تاهلوا الدراري للفينال، وحنا فرحانين بالنتيجه ديالنا. يا ميدالي غوفيا ا سيل كي ريبريزونت افريك دو سود، ميدالي ا ماكسيموم دو 8 بوان.